باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو ما أشبهه. أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أي أبلى فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي ستر الله حيا وميتا.